وسهلا المشاهدين الكرام، مباشرة من منتجع سيدي بوزيد مع الأستاذ عبد الرحيم مديحي، عضو المكتب المركزي للمنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح أولي وحصري عبر جريدة أشواق الوطنية. الأستاذ عبد الرحيم مديحي، اليوم كانت عملية اغتلاح أشجار على مستوى قمر جار منتجع سيدي بوزيد، موقفكم الحقوقي والبيئي من هذا الواقع؟ أولا نشكر الأخ رجال من خلال الموقع ديالكم. طبعا هو تفاجأنا طبعا، لان هذا هو الطريق ديالي اللي كنمر من هنا للمنزل ديالي. تفاجات بان عباره عن مزرعه، يعني اقتلاع جذري لهاد الاشجار اللي كتحمل تاريخ ديال سيدي بوزيد، كتحمل واحد التراث، وكذلك هو واحد المتنفس لهاد المنتجع ديال سيدي بوزيد. نعم. فيما يخص البيئه، اليوم كنلاحظوا على ان حتى الاجيال اللي جايه فحرمناها من واحد البيئه سليمه لهم. سيدي بوزيد كنعرفوا الان يزحف، كيزحف البناء في كل مكان، وهاد الغابه اللي كانت في هاد الاشجار هذه هي الوحيده اللي بقى عندها داك لو شارم، داك يعني عندها واحد القيمه ديالها تاريخيه وقيمه بيئيه بكل المقاييس. اليوم تم الاعدام ديال هاد الاشجار هذه بهالطريقه، اعتبروها انا وحشيه بهذا الصبير، لان ما خلاوهاش. الا كانت عندهم نيه كيقولوا راه غادا تكبر وغتنمو، ما كاين حتى حاجه، لان لو كانت خصها تصبر غير بواحد الطريقه ديالها اللي هي التهديف عليها. نعم، تهديف طبعا باش تكون في السنه الجايه تكون عاوتاني طلعاتهم. لا، اليوم كيديروا لها اقتلاع، اعدام انا اعتبره. نعم. اعدام، لانه شوفوها اللي بغى يجي من الاخوان، وانا من خلال منبركم اطالب جميع الجمعيات ديال البيئه التدخل فورا لهذه. نعم. المزره هذه والوقوف والاحتجاج طبعا، لانه ما يمكنش تمر بهالطريقه هذه اللي بغاو يديروها ويقتلوا واحد المنتجع ديال واحد الغابه صغيره كانت عندها واحد القيمه تاريخيه وقيمه بيئيه. اليوم ها هي الان في هذه الساعه هذه لا زالت الاعمال الشغال. نعم طبعا، في الاعدام ديال هاد الاشجار. نحن كعصبه مغربيه للدفاع عن حقوق الانسان ما يمكنش لنا نسكتوا، وسنقوم بكل ما هو متاح لنا طبقا لقانون الحريات 1958 طبعا، الظاهر المعروف فيما يخص كل الاشكال والمحطات النضاليه. وتحيه للاداره. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الرحيم مديحي، عضو المكتب المركزي للمنظمه المغربيه للدفاع عن حقوق اليوم الانسان. سؤال، قدح الاشرار هل يوافق معايير البيئه؟ هل فعلا هذه الاشجار ستعود نموها؟ وكم سيتطلب من الوقت من اجل اعاده نمو هذه الاشجار؟ هل فعلا السكان المجاورين كانوا قاموا بشكايات تعبر عن ضررها من قبل هذه الاشجار التي كانت تنمونا، خاصه على ان المملكه المغربيه بذلت مجموعه من المجهودات للحفاظ على البيئه والحفاظ على الثروه الغابويه بطبيعه الحال؟ اذا هذا الفضاء كان كله أشجار، اليوم كنشاهدوا كيف أصبح بين عشية وضحاها. فعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.